طبعا نحن اليوم وقفنا وقف احتجاجي ضد نظام بشار الاسد بشار الكيماوي. ضربه الكيماوي نفذها بشار الاسد على خان شيخون الذكرى الرابعه لإله. نحن بنطالب المجتمع الدولي بمحاسبه بشار الاسد والنظام الكيماوي. اليوم بتكون الذكرى الرابعه على مجزره خان شيخون. نحن راح نطمن طالب وندد لحتى المجتمع الدولي ياخذ حقنا، ياخذ حق الشهداء من هالنظام المجرم والكل شيء سانده، كل شيء ساعد في هاي المجزره. هذه الوقفه الاحتجاجيه تخليدا للذكرى الرابعه لمجزره خان شيخون. دماء شهدائنا وارواحهم لن تروح سدى، ونحن نطالب بمحاسبه نظام الاسد على ارتكابي لمجزرة الكيماوي.